فالمدرسة الجماعتية جاءت نتيجة المشاكل التي يعاني منها التعليم في القرى وفي البوادي والمداشر نتيجة العوامل الطبيعية ونتيجة عدم المواظبة للأطر التربوية لأسباب تفرضها العوامل الطبيعية كذلك. والمدرسة الجماعتية افتتحت هذا الموسم الدراسي 2012-2012 ففيها 10 حجرات دراسية وفيها داخلية تستوعب 120 سرير بما فيها الذكور والإناث، والأطر التربوية فيها 7 ديال الأساتذة، والطاقم الإداري يتكون من مدير ومقتصد، وهناك أعوان 3 ديال الطباخات وحارس حارس المؤسسة، إضافة إلى بعض الأعوان الأخرى التي نرجو من النيابة الإقليمية أن توفرها إن شاء الله في غدون سنة 2013. مستفيدون حاليا ذكور وإناث؟ عدد المستفيدين حاليا من الداخلية بلغ 50 مستفيد من بينهم 11 أنثى.